ووصلنا للفقرة الطبية. أكيد زينب، موضوع اليوم بهم كتير من الأهالي، بنحكي عن الالتهابات البولية عند الأطفال وإصاباتها، لأنه أحيانا بيتم التعيين أو التشخيص بشكل غير صحيح. عم نشوف نحو من 7-10% من هاي الحالات بترافقهم حرارة دون سبب. كتير من الأعراض ممكن ننتبه لها لنعرف شو هو سبب الالتهابات، ودائما التوجه للطبيب للتشخيص والمعالجة هو الأصح دون تدخلات أخرى، إن كان من الأم أو العيلة أو الجيران، حدا بيقترح هيدا الدواء أو هي العشبة. لا، لازم دائما التوجه والاستفسار، لأنه الالتهابات إلى آثار كتير سلبية على الأطفال وحتى نفسيته. لنحكي أكثر عن هيدا الموضوع معنا الدكتور فراس صالح النميري، أخصائي بأمراض الأطفال والخدج وحديثي الولادة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني التهاب المسالك البولية يمكن ما كتير الناس بتستغربوا عند الأطفال وخاصة بالأشهر الأولى، فخبرنا أول شيء عنه، أي فئة بيصيب أنه حديثي الولادة الأشهر الأولى، ممكن يكون بالسنوات الأولى أيضا، وشو أسبابه؟ هو يعني هلا انت مثل ما ذكرتي انه هو من الامراض الشائعه بصراحه، بصيب من 7% من 7-10% من الاطفال، ولكن هو شو مشكلته انه ما عم يتشخص صح، انه عم تكون احيانا يعني ما حدا عم يشوف انه شو سبب هي الحراره المجهوله، فعم يعزوها احيانا التهاب اذن، التهاب لوزات. وعند الاطفال بالذات شائعه، هلا بنحكي شو الاسباب، بس انه هي اسباب يعني اشياء اسبابها طبعا هو الانتانات اللي عم تسببها. هلا اول شيء انا بدي احكي اذا بدنا نشخصها او اذا بدي انا اسميها صح، لازم نحن نسميها انتان. انت سميتيها التهاب بالمسالك البوليه، هي انتان بالمجاري البوليه، يعني مجرى البول، مجرى البول وصل له هذا الجرثوم وتكاثر فيه. هلا كيف وصل وشلون صار هلا بنحكي عنه. خلينا نحكي عنه، يعني لما انا وصل لهي الحاله شو هي الاسباب، اسباب الانتانات البوليه عند الاطفال، وعم نشوفها بالاونه الاخيره منتشره بشكل كثير. هلا اذا بدي اعدد لك الاسباب بدها تكون حسب العمر. يعني طبعا اذا بنحكي مع الاعمار يعني حديثي الولاده للسنتين، حديثي الولاده من حديثي الولاده تقريبا لعمر 3 اشهر، هي فئه معينه بصير ما انتان بول، طبعا هدول ما فيهم يعبروا عن الاعراض لانه طفل صغير. صحيح. فاشياء اسبابها عم تكون بهي الاعمار هو الانتانات، اذا ما كان في تعقيم صح، خاصة عند الأنثى إذا ما كان في تعقيم بسبب يعني نحن هي هذا الإنتان أو الجرثومة، على الأغلب عم تكون هي الإشيشيريا كولي، هي بتعيش عند الأطفال بهذا منطقة الخروج. هلا بسبب إنه قرب فتحة البول من فتحة الشرج خاصة عند الأنثى عم تسافر هي الجرثومة وعم تروح على مجرى البول، هي أحد الأسباب. أحد الأسباب أحيانا بيكون عند الذكور بسبب الختان، إنه أنا إذا ما طهرته وما ساويت له ختان ممكن أنا أعمل له إنتانات بولية بسبب فيزيولوجي مثلا، أو أحيانا إذا في إمساك مزمن شديد ممكن يعمل لي إنتان بولي، أو إسهال مزمن شديد يعمل لي إنتان بولي، أو سوء تعقيم بسبب إيد الأم إذا ما كانت معقمة وهي عم تغير لابنها ممكن تعمل له إنتانات بولية، أو هي ممكن تنقل الإشيشيريا كولي الجرثومة من عند الأطفال من فتحة الشرج لفتحة البول أثناء عملية التعقيم أو التغسيل. نعم. هي أشياء الأسباب، وأحياناً في أسباب بتكون خلقية، مثلاً في مشكلة بالجهاز البولي تشريحية هي اللي عاملة هذا الإنتان البولي، وهي أحياناً عم تكون وراثية ومزمنة، وفي إلى استقصاءات تانية هلأ بنحكي عنها. نعم. طيب خبرنا كيف الأم فيها تعرف إذا ابنها عنده إنتان بالجهاز البولي، وخبرنا كمان يعني كيف تتصرف في إسعافات أولية، لأنه دائما مثل ما قالت نور أنه بتعطيه خافض حرارة، ما بيخطر على بال الأم أنه إذا في حرارة أو مثلا أنه هيك. هلا الأم ما رح تعرف إلا بشكل كتير بسيط، بدنا نحكي على الأعراض أنه شو قال لأبنا حتى تعرف أنه في التهاب بول ولا لا. هي من خلال ملاحظة، من خلال في أعراض ظاهرة. هلا نحن إذا بتشوفي شكل الجهاز البولي بيكون قسمين، الكليتين اللي فوق والحالب بعدين المثانة، فنحن إذا بدنا نحكي على الأعراض اللي بتصيب الأطفال، إذا كان الإنتان الجرثومة فقط بالمثانة تحت ما وصلت على الكلية لفوق بنسميه إنتان سفلي،
يعني التهاب مجاري بولية سفلية، يعني بس الالتهاب بالمثانة. هون الأعراض بتكون خفيفة، أحيانا ما بيكون في حرارة، وعلى الأغلب ما بيكون في حرارة. حتى أنا إذا بدي عالجه بيكون في فرق بالعلاج، هلأ بنحكي عنه. بس إذا كان الإنتان الجرثومة داخل المثانة فقط، بتكون الأعراض مثلا ألم بطني خفيف، ألم بالخاصرتين خفيف، حرقة بالبول، أو بتلاقي بتقلك ابني فايت طالع على الحمام بس ما عم يبول إلا كميات قليلة ونقط، وفي انزعاج وفي ألم أثناء إنه ما عم يتبول. أو بتلاقي بتقلك بنتي أو ابني هو عم يبكي، وهو بس بالذات عم يبول عم يصير بكاء. هذا البكاء احتمال يكون ألمي. طبعا هي بتكشف هذا الحفوض عنده، بتلاقي تقريبا أحيانا حمار شديد، فهون بتشك بالإنتان البولي. الا اذا ابنه عمره 4-5 سنين قادر انه يحكي هذا الحكي، الا انه في واوا او انه في الم وهو عم يفوت على الحمام، او بيقول في واوا اثناء الحمام، او بيقول عم يحرقني من تحت. هي الاعراض اذا كان، برجع بقول لك، اذا كان طبعا بدون حراره، هي اذا كان الانتان فقط بالمثانه من تحت. هلا اذا كان الانتان لا واصل لوين، للكليه من فوق، هون الاعراض بتكون صاخبه اكثر. الالم البطني بصير شديد، المغص بصير شديد، الم بالخاصرتين بصير لك، ألم بالخاصرتين شديد، بيترافق أحياناً مع إقياء، بصير عنده إقياء، بصير عنده إسهال، بصير عنده تعب شديد، وهن حرارة عالية 40، بالإضافة اللي قلت لك إياهم مثل مع حرقة البول والآلام البولية، وإنه فايت طالع على الحمام الإنتان البولي أو السلس البولي، مع أحياناً بيطالع كميات قليلة من البول، صح عم يفوت بس ما عم يطالع إلا نقطتين ثلاثة. نعم. هي هون الاعراض هيك بتكون. طيب لحتى ما توصل الام لهي المرحله، يعني فينا نقول نحن فينا نتفادى هي الاعراض وتبلش بمرحله البدايه هيدا الانتان البولي، في اجراءات ممكن تقوم فيها لانه الطفل ما بيقدر يعبر صح، لانه الطفل بيكون صغير، يعني ممكن تقوم باجراءات تحاليل هي كل فتره دوريه او مراجعه الطبيب لاتفادى هيدا الشيء؟ هلا هي الام ما حتراجع الطبيب الا اذا صار في حراره. الا اذا صار في حراره، يعني بالحاله الثانيه. واحيانا بالحاله الاولى لو كان التهاب تحت بالمثانه بتصير حراره خفيفه، يعني 37-38 خفيفه، هون بتراجع لتعرف مصدر الحراره، فبيفحصوا الدكتور ما بيلاقي لا في شيء التهاب باذنه ولا في التهاب بحلقه. فمن الاسئله اللي والاعراض اللي ممكن تحكي له اياها شو عم يصير مع ابنه، ممكن يقول له روح يساوي تحليل بول. فبنعمل تحليل اسمه فحص بول وراسب، بيكون البول الاول. هلا في صعوبه باجراء فحص البول عند الاطفال اللي اعمارهم شهر وشهرين وثلاثه واربعه، في كيس بنحطه على مدخل المثانه عند الذكر او عند الانثى، واول ما يبول فيه الطفل بناخذ البول وبنعمل له فحص مع زرع. بنعمل فحص مع زرع بول، ودائما عم يطلع الزرع مثل ما قلت لك، الانتان هو الجرثومه الاشيشيريا كولي، هي المشهوره اللي اغلبها عند الاطفال 90-95% هي عم تكون المسبب. بناء على هذا التحليل وبناء على الزرع فينا نعرف اسم الجرثومه والصاد الحيوي اللي ممكن يقتله. بس احيانا اغلب انتان البول احيانا عم يترافق بمثلا بيكون معه حصيات صغيره، مثلا بلورات بالرمل، هي كمان عم تهيج هذا الانتان البولي، كمان بدنا نعالجه مع انتان البول المرافق، يعني ما نهمله. عشان هيك بيقولوا لك بالانتان البولي كثر شرب السوائل. طيب هل ممكن انه يوصل الانتان البولي عند الاطفال لمرحله خطيره تتطلب شيء جراحي او يعني؟ هلا الشيء الجراحي اذا كان سبب انتان البول، يعني اذا كان سببه خلقي، يعني في مشكله بالكليه فيزيولوجيا تشريحيا، هزر مثاني حالي بيعامل هالقصة، هو ممكن نحن نتداخل عليه إذا عالجناه بالصادات وبالأدوية وما مشي الحال، ممكن نلجأ نعمل صورة اسمها VUCU، هي صورة للحالب والمثانة بالخط الراجع بنسميها، ممكن بهي الصورة نعرف إذا في مشكلة خلقية هي اللي عم تسبب هذا الإنتان البولي المستمر المتكرر. طبعا في إلى أصناف درجة أولى ثانية ثالثة رابعة بالجراحة، أطباء البولية هنا بيعملوا هيك عمليات. أما بالأحوال العادية فيني أقول لك مثلا ممكن على سؤالك يكون التهاب بول ناكس، يعني ما تعالج صح، يعني أخذ صادات 4 أيام أو 2-3 أيام فورا الأعراض اختفت، الجرثومة بس هي ما انقتلت 100%، ممكن بعد اسبوع ترجع او اسبوعين. فالعلاج احيانا بيكون 10 أيام وبالصادات الوريدية، واحيانا بنشارك صادين فموي مع بعض لحتى نقتل هي الجرثومة 100%. للاسف انه بتعطي يوم يومين بتقول لك تحسن وعم يبول منيح وما عضل شيء، وهون بدها توقف العلاج. هون لا بتكون عم تزيد من فوعة هي الجرثومة، عم تقوى اكثر.
تمام، وخاصة إذا ما كان في تعقيم وإذا ما كان في تغسيل صح، خاصة عند الأنثى. نحن الأنثى بنقول لها غسلي من فوق لتحت، يعني بنبعد عن فتحة الشرج، يعني ما نجيب الإنتان من فتحة الشرج لفتحة البول. ففي أمهات ما عندها هي المعلومة فبتغسل، بتفكر إنه عم تعقم ابنها أكثر، لهي بتكون عم تاخذ الإنتان وهي الجرثومة اللي قلت لك بتعيش أكثر شيء عند الأطفال بالخروج، بتاخذ الام بايدها بتفوتها على فتحه البول بالغلط. فالتغسيل الصح بيكون من فوق لتحت، واذا المي مو معقمه، ما كانت نظيفه، ما كانت صحيه 100%، ميه التغسيل اللي عم بغسل فيها كمان ممكن تعمل لنا انتانات بوليه. اما ميه الشرب ما لها علاقه. وبالنسبه لموضوع الانتانات البوليه، هو ما له معدي ابدا عند الاطفال، يعني مو لانه ابنه كان معه انتان بولي ابن جارتك انعدى، لا، ما له معدي وما له وراثي الا قلت لك بالحالات الخلقيه، اذا في خلقيه فبيكون في استعداد وراثي بهالحاله. طيب دكتور، الوقايه فينا نجري تحليل دوري بشكل سنوي للاطفال؟ هلا بتنصح فيها؟ هلا هو فحص البول والراثه من ضمن التحليل الروتينيه اللي ممكن نعملها كتشيك قبل الاطفال، تمام؟ كل قد ايه فيها الام مثلا لتفادي هذا الموضوع؟ هلا بالاعمار الصغيره لازم كل فتره يعني شهرين ثلاثه اربع شهور نعملها، بس هي احيانا الام بتلاقي بتقول لك انا عم شم ريحه بالبول ما عجبتني، فهون بتعمل لحالها تحليل بول. او بتلاقي ابنها عندها اصمات بشكل مستمر انه متصمت، فهون بتشك يا بالامساك المزمن بالخروج انه عم يعمل لها انتان بولي، او بتقول لك انه الاصمات ما عم يروح بيطلع سببه التهابات بوليه. وبدي احكي شغله على الالتهابات البوليه، هي خاصه عند الانثى او عند الذكر بالاعمار الصغيره، سبب فقد الوزن عند الاطفال احيانا ورفض الاكل او الحليب عند الاطفال بالاعمار الصغيره شهرين ثلاثه اربعه لعمر السنه احيانا بيكون انتان بولي. يعني طفل المفروض يكون عمره سنه وزنه 10 كيلو هو 6 كيلو او 7 كيلو، هذا بيكون بدنا نشك اول شيء بالانتانات البوليه. الانتانات البوليه بتعمل فقدان شهيه شديد عند الاطفال، وكل هاللي تعالجوا رجعت صحتهم وبلشوا ياكلوا، وشفنا هي الحالات كثير، فيحطوا هي النقطه ببالهم. والفحص البول حتى لو رحتي عند الدكتور وما عرفتي مصدر الحراره وقال لك الاذن والحلق وصار يومين ثلاثه اربعه ولسه في حراره بشده، انت لحالك بتعملي تحليل بول وبتروحي لعند الطبيب. احتمال ممكن الدكتور يغفل لهالناحيه بسبب العجقه عنده، او ما انتبه للموضوع، او ما سال على الاعراض البوليه. تمام، هي الفكره. نحن بنتشكرك دكتور على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وبنتمنى الصحه والسلامه لكل الاطفال. شكرا لك، شكرا لك دكتور.